يا راحلين يا راحلين يا راحلين يا راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني وصوت الحادي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهم، من كل قول كريم أنت قائله، تحيي القلوب وتحيي ميت الهمم. يا ليتني كنت فردا من صحابته، أو خادما عنده من أصغر الخدم. أهلا بكم في لقاء آخر عن أسرار الحج وعن بعض حكم هذه الشعيرة العظيمة. الحج أيها الإخوة ذكرى آل إبراهيم، نصلي في كل صلاة على آل إبراهيم، كل الحج ذكرى لهذه الأسرة المباركة. فالبيت العتيق بناه إبراهيم، والسعي بين الصفا والمروة ذكرى لأمنا هاجر زوج إبراهيم، وزمزم نبع للرضيع إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام. كل الحج ذكريات لآل إبراهيم. ينتهي الطواف فيشرب الحاج قليلا من زمزم، قال عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. اليقين عند ماء زمزم له حلاوة، أن تشرب فإذا جاءت هذه المياه إلى عروقك تحس أنك ستبعث بعثا جديدا، أن الذنوب غفرت، أن العزم الأكيد الذي كنت تعاهد ربك عليه عند الحجر الأسود الآن أصبحت لك حياة جديدة، أنك ستعود من الحج بروح جديدة. نعم، زمزم والله عندما نشربها بيقين سنحس ببرد اليقين في عروقنا. ماء زمزم لما شرب له. إخواني، العطش يوم القيامة طويل، شربها عبد الله بن المبارك وقال: اللهم إني أشرب زمزم لتقيني عطش يوم القيامة. ثم تذهب إلى السعي: إن الصفا والمروة من شعائر الله. الشعيرة التي قال الله عنها في القرآن شعائر الله، سعي بين الصفا والمروة، الشعيرة التي تأخذ أطول وقت في الحرم، ولذا ما لم تعرف أسرارها وحكمها أو شيئا من ذلك ستطول عليك، ستصبح كأنها رياضة، 700 متر ذاهبا و700 متر راجعا. الذي لا يستشعر الحكم تطول عليه، لكن الذي يستشعرها يتمنى لو طالت. ذكرى أمنا هاجر، الأم التي تركها إبراهيم ورضيعها عند واد غير ذي زرع، معها جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء، وذهب إبراهيم. يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ لم يجب. الله أمرك؟ أشار برأسه أن نعم، قالت كلمتها المشهورة: إذن لا يضيعنا. لا إله إلا الله. إذن لا يضيعنا. أم مع رضيعها بكل ثقة مع الله، الله لا يضيع عبده إن آوى إليه. وانظر إلى كيف فعل الله بهذه المرأة لما توكلت عليه. سعت، نفد الماء، نفد التمر، بكى الصبي، سعت يمنة ويسرى، تصعد الصفا، تصعد المروة، ذهب بها الخوف مبلغه، يئست، لا شيء، الصبي يلهث، انتهى الأمل، لم يبقى الأمل إلا في الله. جاء جبريل لكي ينثر بعقبيه عند إسماعيل فينبع زمزم. يا الله يا الله، عندما يتوكل العبد على الله يرى العجب. وجاء زمزم، وجاءت جرهم، وجاءت الناس، وصارت مكة بعد أن كانت هي هاجر ورضيعها لوحدهما. انظر إلى مكة اليوم، مكة اليوم تقول لنا بلسان حال: هذا جزاء من توكل على الله ووثق في وعده. العجب
أنها كانت تسعى بين جبلين صغيرين الصفا والمروة، عندما تنزل من بطن الوادي تسعى لأنه منحدر. حتى هذا السعي، هذه الهرولة التي هرولتها هاجر قديما، جعلها الله شعيرة إلى يومنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يهرول حيث هرولت هاجر، وكل الحجاج اليوم يهرولون حيث هرولت هاجر إلى هذه الدرجة. نعم، لنعي الدرس. امرأة وحيدة كانت خائفة، مكة اليوم هي البلد الآمن الوحيد أو الأكثر أمنا في العالم، كانت وحدها مع رضيعها. مكة اليوم ملايين من الناس تؤمها، كانت جائعة وظمأة. مكة اليوم تجبى إليها ثمرات كل شيء، وزمزم لا ينتهي إلى يوم القيامة. لذا قبل أن يقول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال في الآية التي قبلها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. هاجر صبرت فأبدل الله الخوف، كانت لوحدها مع رضيعها فصارت مكة ما ترى، كانت خائفة فصارت مكة بلد أمن. تأملوا هذه الآية لتروا لماذا قال الله بعدها إن الصفا والمروة من شعائر الله. والعجب أن هاجر امرأة يخلد الله ذكرها، امرأة لكنها أم ملهوثة على ولدها. عاطفة الأم جياشة، عندما تسعى أخي المسلم تذكر أمك، هل بررت بأمك؟ إنها ذكرى الأم التي يخلد الله ذكرها وهي مجهودة تبحث عن صبيها. تذكر الأم كم تسعى، ونفقد أمهاتنا ولا نشعر. السعي يذكرك. في حجة الوداع جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليسعى، فلما وقف عند الصفا ليبدأ، أتدرون إخواني ما الصفا؟ الصفا كان جبل صغير، خلف الصفا كانت دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي. تذكرون دار الأرقم؟ قديما في السيرة النبوية كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يختبئون في دار الأرقم ليلا، يأخذون الدروس الأولى من النبي صلى الله عليه وسلم. تلك الدار كانت خلف الصفا. وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال، وإلى اليوم نقولها: لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. قالها وهو في يوم الفتح. ما أجمل هذا الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء مكة فاتحا بعد 20 سنة يقول: لا إله إلا الله وحده نصر عبده. ذهبت كفار قريش وأسلمت مكة كلها ونصر الله عبده. وكذلك اليوم عندما يقولها الحاج يتذكر الإسلام. إن كان تصيبه الابتلاءات في أماكن متفرقة من العالم الإسلامي، لا تخشى، لا تخف، الله سينصر عبده. تسعى بين الصفا والمروة تتذكر بعضا من هذه المعاني، وتتذكر ذكرى أمنا إسماعيل. ثم تشرب زمزم إذا تعبت، شرب زمزم وقت السعي مع التعب لتكتمل حلقات القصة، تشربها لتقول: ربي وعزتك سأثق بوعدك، ربي وعزتك سأعتمد عليك، ربي وعزتك سأتوكل عليك، ربي أخذت درسا من السعي بين الصفا والمروة، سأسعى، سأطلب الرزق، سأبذل الأسباب، سأدرس الدراسة العالية، سأخذ المؤهلات، لكن ثقتي ليست في الأسباب، ليست في الشهادات، ليست في المؤهلات، ثقتي فيك وحدك ربي. إن سلبت مني وابتليتني ببعض الابتلاءات لن أجزع، لن أخاف، ستعوضني. نعم، لأني رأيت ذلك بأم عيني في تلك الأم الملهوفة التي خلدت ذكراها. سأسعى فأخرج من السعي وكلي يقين، كلي ثقة بالله تبارك وتعالى، كلي ثقة أن الإسلام سينتصر، وأن الله سينصر وعده وسيهزم جنده وسيعز دينه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا نظرة إلى البيت العتيق. أسأل الله أن يكتب لكل سامع وسامعة نظرة إلى البيت العتيق. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. يا راحلين يا راحلين.
راحلين إلى منى بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي سرتم وسار دليلكم يا وحشتي الشوق أقلقني والصوت الحادي.